السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نسقسي عليكم خياتي، نقول لكم شراكم هذا الشهر الكريم، ربي يتقبل منا ومنكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذا البلا متشخ بنين، ما عندي ما نقول لكم، واحد الكغاطه يكفي ويوفي، فرانشمان يكفي ويوفي. قبل ما نبدا الفيديو خياتي، حبيت نطلب منكم طلب صغير اللي هو الدعم تاعكم، التعليقات تاعكم ولي جيم، والتعليق يلو كان بنقطه فقط، يعني ما تكتبوا ليش جورنال، لان السينيال ما فهمش لي فيديو التوعي، ما راهمش يطلعوا لي نسبه المشاهده، حتى لي فيديو باش يجوزوا ما راهمش يجوزوا، نلقى صعوبه. سي بور سا دي فوا جابوندون، فوالا نقول ما نديرش. فوالا ندخلوا في صلب الموضوع. هاد الكغاتان درتو دو فوا في رمضان، درتو بلا فيوندا شي بتزين بسيط، هادي موس تاع البطاطا بالفرماج اللي درتها بالفوق كديزين بسيط، وهذا طبق الشاورما اللي حنحطه لكم اليوم. نقولوا بسم الله بديتو عم بيصليتو عليه الصلاه والسلام. هنايا عندي لي مورسو تاع لي زيسكالوب دو داند، هي دو بريفيرونس لي زيسكالوب دو داند وماشي بولي، راح نحطهم هكا في ريسيبيون. هذا طبق يجيكم شمخ بنين بزاف هايل، ويوالم يعني ديريه على جهه وتهني، وزيد اون بلوس دو سا ميم كي يقعد في السهره ماشي راح يجيك ناشف ولا يجيك هايل هايل. الوغ بور لي زيبيس ديالو واش عندي انا وجدت هنا لي زيبيس. اولا راح نديرو شويه تاع السمن يعني لي دام، نتوما تقدروا ديروا واش حبيتو ديروا شويه زيت ولا مارغارين، ولا انا نحب نطيب بسمن سورتو في رمضان. هنايا لي زيبيس واش راح ندير، راح ندوزنو كيما يقولوا بيان بيان. عندي لي زيبيس هنايا اولتها كيما تعرفوا الملح لازم، عندي هنايا كثرتو اكو تعرفوا ديروا حسابكم سينو نقلو. عندي ايبي شاورما، عندي بابريكا ماشي حاره بزاف في الكحل، عندي لي بيس تاع الدجاج ولا انايا جو بريفير ندير المصاله، ورايحه نخلطهم كامل هكا. ايبي تاع شاورما يتبع. عندي لي سيتي بيس اللي راح نديرو دوكا، هادو لي سيتي بيس يعيطولهم سبع بهارات، هادو السبع بهارات ولا ايبيس سيريان تاع سوريا. هاد لي سبع بهارات فيهم الكبابه، فيهم شغل، فيهم خليط تاع الكبابه جوز الطيب، هادو راح يعطيو بنه هما اللي يستعملوهم، فهادوك كي يجو يدوزنو زعما يديرو الشاورما اللي تلقاوه تاع الشواء برا. هادو لي سيتي بيس جربوهم ورجعوا لي الخبر كيفاش يعطوا هذيك البنه في هادوك لي زيسكالوب دو داند، يعني في الشاورما ديالكم. دونك انايا راح نمارينيهم هكا كيما راكو تشوفوا هايدا، ونحطهم في الفريجيدال لازم اوموا واحد ساعه ولا نص ساعه، خلوهم باش الدواء هذاك يدخل كيما يقولوا. هنا عندي بطاطا راح نغليها، وقطعتها دي بتي دي دو بريفيرونس، قطعوها دي بتي دي باش تخرج لكم شابه. راح نغليها بلا ملح، نحطها نص طياب ماشي نغليها كومبلي. من جهه اخرى جبت مقله درت فيها دي لاميل شرائح تاع البصل او دي لاميل دو دونيون. عندي هنايا شامبينيون شريت زوج حبات، انا يعني داري ما يحبوش بزاف شامبينيون، ولكن حبيت نزيد هكا بنه برك، درتهم في الماء سخون يعني نقعتهم بوندون زوج خطرات وانا في الماء سخون باش نحل الملوحيه. هنا بعد ما غلات لي البطاطا قلت نص طياب ماشي طيبوها كامل، نحطها تصفى. ومن جهه واحده اخرى راني نقلي في هذاك البصل، بعد ما قليته يبدا يدبل لي غير شويه، ندخلو هادوك لي بيس هادوك الشاورما اللي كنا درناها ديجا من قبل، ولكن البصل هنايا درتو بلا درتلو غير شويه زيت وما درتلوش الملح. وفات اتونسيون في الملح باسكو لي واش درنا في لي بيس تاع الدجاج هو اللي ياخذ الكميه كبيره تاع الملح باش يجيكم بنين. دونك رايحه نجمر كلش هكذا فوق النار كيما راكو تشوفوا، نخليها يتجمر لي كيما اريزون تاع يتحمر، شغل راني نجمر فيه يتحمر، هادي باش تفهموا لو مو واش معناتها، ماشي نطيبو نحمرو، شغل راهيني كوم سي راني نطيبو في الكوشه. فوالا مي توجور على نار هادي. من جهه اخرى نجيب هذيك البطاطا تاعي تاني ندوزنها، درت لها لي بيس تاع البولي، درت لها شويه فلفل شويه بابريكا، هنا تحبوا ديروها شويه حاره تحبوا ديروها يعني بابريكا كاين شويه لي معتدله ماشي حاره بزاف، ودرت لها قليل من الملح باش ما تجينيش صمتة، ودرت لها قليل تاني اون بانسي تاع كوري. كوري هذا يعطي بنه، انا عندي كوري يعني الحر يعني هايل، واحد الريحه تاعو بنه، يعني شرو نوعيه مليحه وخلاص، يعني ما نشرطش عليكم تشرو الحر ولا ماشي حر،
ليسونسييل يكون كوري عباك الكوري كيكون ريحته بنينه هو بنين يعطي بنه يزيد لكم بنه على بنه. هنا جبت مغرفه برك تاع زبده هكذا خير مارغرين بليتو ماشي زبده ورايحه نخلطها هكا فهاديك البطاطا حتى تذوب كامل هكا الداخل نخلطها كامل مام هذوك لي زيبيس راح يدخلوا فيها بيان. ومن بعد نجيب سنيوه هكذا تكون عندي سنيوه كبيره ندير لها بابي ورق الطهي بابي كويسون ونشعل الفور ديجا مسبقا ريغلوه زعما تاع غري ولا يعني اعلى درجه باش هذيك البطاطا تتنفخ كي ديروها اعلى درجه هذيك البطاطا شوري يخطفها النار تتنفخ وتجي هي ديجا راهي نص طيب. فوالا راح نوزعها كامل في هذاك البلاطو مي كي نوزعها ندير اغيزون تاع يعني الحبات ما يجوش فوق بعضهم يجو على السنيوه كامل يعني يقيسوا كامل هذيك السنيوه وندخلهم يتجمروا لي قلت البطاطا تتجمر لي داخل الفرن. نوري الشاورما تاعي بعد ما نتجمروا لي كيما راكم تشوفوا كيفاش تحمر هذاك البصل تكرمل رايحه نزيد عليهم هذوك الشامبينيون اللي قطعتهم قلت لهم شريت زوج حبات مخلين نقعتهم في الماء السخون زوج مرات يتنحل ملوحيه وقطعتهم دي لاميل يعني قطعوهم كيما تحبوا نتوما وفاش علاش ملاح هذوك لي شامبينيون اونتي يعني تقطعوهم كيما تحبوا. هنا زدت لهذوك الشامبينيون خليهم يزيدوا يتقلاو شويه ولا خياتي ساعات نقول جامبون باسكو نسبه المشاهده واحد يتعب على التصوير يتعب على الحاجه يحطها مي فينالمون تلقاي نسبه المشاهده ماشي عاليه تقولي وين راني واش راني ندير وتزيدي تلقاي لي جون لي الغيره لي هذه نقول غيره وحسد العياذ بالله يسينيالو لك لاباج يسينيالو لك يعني خلو محتويات واحد اخرين يروح يسينيالو لك اون باج لي محتوى تاع الطبخ تاع يعني فايده فوالا للجميع فرانشمون ماني فاهمه والو نقول ربي يسترنا وربي يهديهم ان شاء الله. هنايا باردون بعد ما تكرمل لي غير شويه هذاك نشوف يعني كي تشوفوا شويه بدا يلصق ولا كش حاجه اون سي جامي ماشي تخلوها تتحرق زيدوا بكميات قليله يعني فنجل نديروا فنجل تاع ماء وتزيدوا بكميات قليله برك تاع ماء هكذا بالصوصي والحاله والبنه تكون. هنايا بعد مع المرحله الاخيره هي جبت انايا شويه فرماج تقدروا ديروا هذاك لو بيتي كاري دي دير 6000 ها تزيدوه هنا الفرماج نتوما واش حبيتوا تحبوا تزيدوا تحبوا تنقصوا باسكو انايا ومن بعد ماشي راح نزيد لها الفرماج رايحه نزيد لها الا من الفوق دونك هنايا تحبوا تزيدوا لكم يعني نتوما حرين تقدروا تزيدوا هنايا ديروا دو ترونش دو هذوك الكاري تاع 6000 زوج ولا تحبوا وحده تكتفي بوحده سي بون. هنايا نخلي حتى يذوب هذاك الفرماج كامل باسكو التعليكه كامل راهي هنايا في هذاك الفرماج التعليكه تاع هنا والبنه الوغ سكيفي نكمل هكا حتى يذوب لي هذاك الفرماج نقلبو مليح ومن بعد نجيب كريمه سائله او كريمه الطبخ نتوما واش حبيتو. انا درت هنايا اكتفيت ب 3 كويارا سوب تاع كريمه سائله تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا كيما حبيتو خياتي لكم الاختيار. هنا اذا حبيتوا تكثروا الكريمه سائله خلوها طيب شويه وزيدوا لها شويه تاع ماء ولا تحبوا تقلوا يعني ديروا نسبه الماء اكثر من كريمه السائله هكا باش يجيكم جوتو. هنا من بعد ما طابت لي هذيك البطاطا وتجمرت لي كيما راكم تشوفوها هنايا نجيب لو يعني لو بلا اللي راح نديرو غراتيني لو بلا يعني باش الطبق اللي نديرو في الفور باردون دهنتو شويه برك بلا ماكارين ونجيب هذيك البطاطا هي اللي نفرشها في الاول هكا كيما راكم تشوفوا يعني نقسمها على زوج الكميه الكبيره نديرها من تحت ونخلي كميه قليله اللي راح نزربها كيما نقولوا او نوزعها من الفوق. نجيب هذاك يعني الشاورما تاعي هذيك اللي راهي الله الله مشمخه ومفرمجه الله الله راح نديرها على الطبق تاع البطاطا من الفوق يعني راح نديرها من الفوق فوق البطاطا هكا نوزعها كيما هكذا ومن بعد نكمل الكميه يعني انا درتها كامل في هذا الطبق المدور كفه وفه وجا ما شاء الله. الوغ شوفوا هذيك لاصوص اللي تحبط هكا يا مندي ما نقول لكم مشمخ هذا واش يليق سورتو في رمضان سي لي غراتا وهذوك المملحات هذا واش يليق الكثره. الوغ نكملهم هكا ندير يسيح كيما يقولوا ومن بعد هذيك شويه البطاطا رايحه نزيدها من الفوق. صدقوني هاد البلا
بخيفيغي عندي في رمضان ما نكذبش عليكم، درتو نديرو نقدر نديرو بالبولي، كنت درتو ديجا في القناة تاعي. وهذا يا شغل جوغ شاورما والبطاطا مجمرة، ما نحكيلكمش البنة كيفاه. ألوغ بعد ما وزعت هذيك البطاطا اللي قعدت لي شوية من الفوق هكا، أنا جبت شوية فورمات شيدر، نتوما خيرو أي جبن اللي عجبكم خياتي، ما نشرطش عليكم على بالنا بلي المصروف والرمضان كل حاجة راهي تجبد. ألوغ مالا واحد يدير على قيس مقدوره، درت شويه من فوق هكا وراح نقلاتينيه في الفرن. وانا خياتي انا بعد ما طاب الله خليته برد شويه كيما راكم تشوفوا فوق الطبله عباك المومو تاع الفطور، مي معليش نقسم لكم شويه باش تشوفوه. هذا شوفوا هذا المورسو ديجا يشبع. الوغ ايماجينيو قو جاب بلاطو مدور الله يبارك، تقسموا مع عائله ولا ضياف ولا يحمر الوجه. واللي عندها بلوس دو فرماج تقدر دير الكريير ما بين طبقات ولا الفرماج ما بين طبقات، شوفك شمشمخ وبنين يعني يزلق وحده. انا يعني نونكوراجيكم ديروه لانه بنين وهايل. ونقول لكم بهذا الطبق ماشي فريمون فريمون يعني غالي، يعني انا شريت 55 الف تاع اسكالوب او معمر بالاسكالوب وشويه برك تاع شيدار. شوفوا واش دار لي، درتو من الفوق يعني خياتي. نقول لكم ما تنساوليش التعليقات تاعكم اللي حنقراها فيكم بلي غران بليزير، وما تنساوش يعني الدعم تاعكم. ربي يحفظكم ليا ان شاء الله. نقول لكم تهلاو في روحتكم ادوتغ فيديو ان شاء الله. صح فطوركم تقبل منا ومنكم الاجر والاعمال الصالحه.